استفتاء بيان سور في السويعه ولا في اللي تبقى لنا من الوقت بتاعنا من هون حتى لساعتين باش نحاولوا نعرفوا مواقف وحجج طرف مع هذا المشروع مشروع الدستور وطرف ضد هذا المشروع. كل حد باش يدافع على هذا الموقف. سي حمادي عندنا زوز ضيوف معنا في البلاتو رحبوا بيهم معنا سي ايمن بوهلال عن حركه عزيمون. مرحبا بك سي ايمن اهلا وسهلا. شكرا لكم وشكرا لاذاعه حياة فهم على هذه الاستضافة. بارك الله فيك على قبول الدعوة. يعيشك معايا زيدا سي سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس. سي سرحان مرحبا بك. شكرا جزيلا على الدعوة وبارك الله فيك. مرحبا سرحان. يعيشك. دونك اليوم باش نحكيوا على مشروع الدستور اللي هو موضوع الاستفتاء في 25 جويلية. باش نبدا معك سي سرحان شنو موقفك؟ طبعا نحب نقول انه كل سؤال فيه 4 دقائق بالكرونومتر دوب ما يوفيو ال4 دقائق امنا باش طلع لنا الجنجل وقتها نتحولوا الى الضيف الثاني. نبدا معك سي سرحان بخصوص موقفكم في حزب التحالف من اجل تونس من مشروع هذا الدستور. موقفنا إيجابي. موقفنا كنا حددناه بانخراطنا في الحملة لدى الهيئة المستقلة للانتخابات الهيئة العليا ونعمل جاهدين على إنجاح هذا الاستفتاء بنعم قناعة أنه اليوم تونس تحتاج إلى دستور جديد، تحتاج إلى روح جديدة، إلى نفس جديد، إلى جمهورية جديدة، خاصة أنه التحالف من أجل تونس كان من مساندي قرارات 25 جويلية وهذا كنا عبرنا عنه سابقا أنه في 24 جوان في 2021 قبل الإجراءات كنا قد طلبنا رئيس الجمهورية بتحمل مسؤوليته وبتفعيل الفصل 80 وإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعليق العمل بالدستور ودعوة لحوار وطني من الوطني مع الوطنيين واللي ما انخرطوش في المنظومة متاع 10 سنين وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها. تم هذا في 25 جويلية مشينا مع المسار، كنا دائما داعمين لهذا المسار وتمت دعوتنا للحوار الوطني. شاركتوا في الحوار الوطني أكيد في كل الجلسات وفي كل المحطات اللي صارت في الحوار الوطني وعلى عكس ما يتم تداوله الوقت الفترة الأخيرة أنه هذا حوار سوري وأنه مسودة الدستور. هل تم تضمين مخرجات هذا الحوار في مشروع الدستور؟ احنا بالنسبة لنا شاركنا في الحوار وكانت اللجنة استشارية يعني غير ملزمة. رئيس الجمهورية له الحرية في أنه يقبل بالمشروع أو لا أو يغير فيه أو يبدل في مضمونه وهذا ما قاله العميد صدق بالعيد العديد من المرات ودخلنا قناعة على هذا. احنا التحالف من أجل تونس ما يهمنا هو الشأن السياسي. قدمنا مقترحات بعض النقاط في ورقة العمل اللي طلبت منا في الشأن السياسي ووجدناها مضمنة في دستور 2022 اللي قدمه رئيس الجمهورية في تاريخ 30 جوان. معناها انا طلبت حاجات نحب نشوفها في الدستور الجديد لقيتها موجوده. علاش من التعديلات سي سرحان؟ فما عده اطراف قالت نعم لهذا الدستور ولكن صارت تعديلات بما انه الكفه الاخرى تقول اللي فيه عده نقاط يعني سلبيه هذا الدستور تقول لك حتى الرئيس يعني عدل فيه واعترف بوجود اخطاء. التعديلات ما تراوهاش يعني قد تربك موقفكم مثلا بنعم؟ اولا التعديلات شكلا مش في مضمون الدستور هي اعطت اكثر تطمينات. احنا مثلا الدستور يمشي اون بلوك مش بالفصل بالفصل مش تستفت عليه. احنا المشروع كامل قابلين يمثلنا لكن كانت فما بعض الشكليات اللي قعدنا خايفين منها مثلا في طريقه الاقتراع على مجلس نواب الشعب اللي في التعديلات اللي تمت يوم 8 جويلية وضح رئيس الجمهوريه انه انتخابات مباشره دونك هذا اللي حاجه ولكن هوني خليني نسالك حاجه في البرنامج ال4 دقائق نتكلم فيهم انا ولا فيهم اسئله واجوبه؟ فيهم اسئله واجوبه في اطار ال4 دقائق كيف نفس التوقيت مع سي ايمن. احنا بالنسبه لنا هذا المشروع اليوم يلزمنا نقطعوا المرحله الاستثنائيه اولا اللي بدات في 25 جويلية اللي قاعد تحكم بالمراسيل وننتقل الى جمهوريه بمؤسساتها ودستور يليق ويستجيب لانتظارات وتطلعات الشعب التونسي، دستور يرتقي الى قيمه تونس بين الامم لانه 2014 كان عندنا الدستور مهزله، كان عندنا الدستور تعمل على القياس، كان عندنا الدستور تعمل بناس ما تؤمنش بالدوله بمدنيه الدوله. اليوم وجب القطع مع هذه المنظومه، اليوم الاستفتاء بنعم هو واجب وطني. ولكن سي سرحان هوني عدة اتهامات توجه إلى رئيس الجمهورية بأنه كتب هذا الدستور بمفرده ومحتوى هذا الدستور بمفرده. شنو رأيك؟ الكلام يتقال. أنا بالنسبة لي في التحالف من أجل تونس ما قدمته من ورقات عمل وجدتها مضمنة في الدستور حاجة. ثاني حاجة شاركت في كل جلسات الحوار
والأحزاب السياسية اللي شاركت، خاصة الأحزاب السياسية، مقترحاتها وقراءاتها وما طلبوه بأن يكون مضمن في الدستور خلاف تحالف من أجل تونس وجدناه مضمن. يعني احنا كيف نسمعوا أنه الحوار فيه شأن الاجتماعي وشأن الاقتصادي وشأن السياسي، أنا كحزب سياسي عندي دستور مش يؤسس لاستقرار سياسي اللي مش ينتج عليه بعد استقرار اقتصادي، وجدت ما طلبناه في الدستور. وكان استفتاء 25 جويلية 2022. انتهى الأربع دقائق. سي سرحان، نرجع معك سي أيمن بوهليل عن حركة عزيمون، باش نسألك في البداية على موقفكم من مشروع الدستور موضوع الاستفتاء في 25 جويلية. بالنسبة لنا احنا حركة فتية، أسسنا قبل إعلان على الدستور بأسابيع، رؤيتنا للمسار كنا ضد المسار في جوهره، يعني طريقة الحوار وطريقة اللجنة اللي تعملت وطريقة اللجنة الاستشارية. خليني نوضح سي أيمن، أنتم ضد مسار 25 جويلية، ضد 25 جويلية يعني 25 جويلية، وكنا نشوفوا أنه لحظة ما قبل 25 جويلية كانت ليست جيدة لتونس باعتبار المشاكل اللي صارت، ونعرفوا الأزمة متاع كورونا، ونعرفوا شنو اللي صار بالضبط، ونعرف التجارب ما بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية شنو الحقيقة في العديد من المراحل متاع تونس، سواء كان مع المرحوم السيد باقي السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس التعديل الحكومي اللي صار مع يوسف الشاهد وغيره. كنا نعتقد انه لحظه 25 جويلية من حتى عندك موقف شخصي ما تنجمش تجي ضد التوانسة، هذه السياسه ببراغماتيه، اغلب التوانسة استبشروا على خاطر شيء ما فيش شيء تعطيل، شيء ربما نتاع انفلات داخل البرلمان مع التوانسة، ولكن المطلب تبنى به الدستور احنا في الحقيقه كنا ضده، ولكن ومشاركتنا في الدستور هو للحفاظ على مكسب يعني معطاه حد للتوانسه، هو الانتخاب والاقتراع وحريه التنظم وحريه الصحافه وحريه التعبير. هذا مكسب جابته العشر سنين ما كانش موجود قبل، لان احنا رؤيتنا لتاريخ تونس ماهوش بعبثيه 50، نحن ضد الناس 50 سنه اخرى وضد الناس اللي يقولوا 10 سنين خراب. في الخمسين سنة الدولة الوطنية بنات التعليم وبنات الصحة وبنات وفي العشر سنين ثم منجز كان ينقص التوانسة، هو منجز الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة. إذا رؤيتنا للمسار تاع بناء الدستور الحقيقة ما كناش موافقين عليه، ولكن اليوم مشاركتنا ودعوة الناس للمشاركة وعدم الوقوف على الربوة والتصويت بلا منها إيمانا منا أنه يجب علينا أن نحافظ على هذا المنجز جديرة أن تعيش ديمقراطية. اليوم تونس والشعب التونسي رد في العالم العربي أحبابنا وكرهنا. من وجهة النظر متاعكم سي أيمن، تراو أنه هذا الدستور يهدد الديمقراطية اللي كنت تحكي عليها كمكسب يجب المحافظة عليه؟ هو الحقيقة أنا دستور ساعة دستور في نسخة الأولى ولا في نسخة الثانية؟ طبعا احنا تو نحكيو على المشروع النهائي بعد التعديلات. نجم تعلق لي على التعديلات؟ ساعة قبل كل شيء خلينا نحكي على الدستور، لأنه خويا سرحان قال ما تغيرش في جوهر، وهذا حقيقة، معناها عملية التغيير اللي صارت الحقيقة ما ردش فيها حاجة كبيرة ياسر، بناء على النسخة الأولى اللي وردت في الرايد الرسمي. بالنسبة لي أنا الديمقراطية تقوم على الفصل بين السلطات، كي نحكي على السلطات نقول السلطة القضائية والسلطة التشريعية، ما نحكيش على الوظائف. هذه نقطة باش نحكيو عليها سي أيمن من بعد، هذا مو في منطلق رؤيتنا للمسألة. هذا من ناحية، من ناحية أخرى الديمقراطية أيضا تقوم على أنك تراقب عمل السلطة التنفيذية، يعني ما ثماش إنسان ينجم يكون هو عنده كل السلطة ونحكو على نظام ديمقراطي. رؤيتنا لأنه ما رحبناش نشوفه أيضا حكمنا ما كانش معناه اعتباطي، انتظرنا مشينا سجلنا في حملة انتخابات ما وقعش قبول المطلب نتاعنا، ربما الأمور إدارية نتفهموها، ولكن كانت عندنا رؤية في المسألة هذه، ما نشوفوش العملية باعتباطية بعبثية، ننتظر نسخة الدستور ونحكم. بالنسبة لنا نحن الوضعية اليوم الوقوف على ربما الاختلال اللي كان فيه دستور 2014 يخلينا كي باش نمشوا الدستور الجديد ربما نعملوا حاجة كيدور، نعملوا حاجة ربما تجمع أغلبية التوانسة، ما ندخلوش في منطقة هذا كذا
اذا ما نعرفش شنو ونرجعوا لك الخلاف، لانه بصراحه الدستور هو لجميع التونسيين. ولكن ماذا لو صوت التونسيون بنعم على هذا المشروع؟ تراوه وقت اللي هو يجمع التوانسه؟ بالنسبه لنا احنا المساله اليوم مازالت ما تمت. وفيه الأربع دقائق سي أيمن، نرجع معك سي سرحان، مش نسألك على صلاحيات رئيس الجمهورية في مشروع هذا الدستور موضوع الاستفتاء في 25 جويلية، ألا ترى أنه صلاحيات يوصفها البعض بالتغول، تغول رئيس الجمهورية إعطاءه كل الصلاحيات في تشكيل الحكومة، في عزل الحكومة، في يعني عدم مراقبة رئيس الجمهورية، عدم محاسبته، عدم عزل رئيس الجمهورية، ما تراش أنه هذا يعني باب قد يكون مشروع التخوف منه؟ لا، احنا شوف فما مراحل تعدت بها البلاد. اليوم من اكثر الناس اللي متخوفين من تغول قيس سعيد، كيفاش ماهوش مش يتحاسب، وكيفاش ما فماش جهه تراقبه، كيفاش فما عنده صلاحيات. قبل وقت بن علي الله يرحمه كان يحكم، ما كان حتى واحد يحاسبه، ما كان حد، وكانوا يسبوه بحمدي. اما وقت النظام اي تفضل، قبل كان نظام رئاسي، رئيس الجمهورية وقت بن علي، ما كان حتى واحد يحاسبه، ما كان حتى واحد يخرج في تلفزيون في قهوة ما يتكلمش، وحده بينه وبين روحه في دار ما يتكلمش. الناس هذوما كانوا يسبحون بحمدي بن علي. اليوم قال لك قيس سعيد مش يتغول. شوف احنا في العشر سنين اللي فاتوا شفنا نظام برلماني ديمقراطية، ثلاثة رؤساء يحكم، والرئيس يحكم بصلاحيات كاملة، لا رئيس الجمهورية ولا رئيس البرلمان ولا رئيس الحكومة. وكنا نحكيه على مبدأ التفريق بين السلطات، سلطة قضائية وسلطة برلمانية وسلطة تنفيذية. احنا ما كناش نقوله قضاء البحيري، كناش نقوله قضاء يوسف الشاهد، ما شفناش يوسف الشاهد اللي عبث بالدولة في الفترة اللي حكم فيها كيفاش كان يتسم عمل حملة لمكافحة الفساد. أكبر فاسد في البلاد كان يعمل في حملة مكافحة الفساد، وكان يفوض في القضاء وفي النيابة العمومية كما يحبوه، وكان يعتقل الناس في الشارع من غير الأوصاف. سي سرحان، شوف احنا العميد قاعدة تسمع، لازم تفهم من غير توجيه يعني نعوت عند يوسف الشاهد ينجم يقدم بالقضاء لحد، وهذا حقه، هذا تتحمل فيه مسؤوليتك سي سرحان بالطبيعة. احنا بالنسبة لنا كنا نقولوا مبدأ الفرق بين التفريق بين السلطات، كان البرلمان يتاجر بالحكومة، سمعت يتاجر بالحكومة في ظل نظام برلماني، يا نعطيك الثقة يا نسحب منك الثقة. وكانوا قبل الانتخابات رجال أعمال وما نجملوش لهنا، خاطر فما رجال أعمال شرفاء وهذا كابيتال ناسيونال، كانوا فما رجال أعمال يمولوا حملات انتخابية لأحزاب معينة باش كي توصل للبرلمان وتاخذ كتلة في البرلمان، نواب البرلمان يخدموا صناع عندهم. وكانت تتشكل الحكومة بين اللوبيات متاع الأعمال هذوما، اللي يخدم في مجال الطاقة يحط هو وزير الصناعة وزير الطاقة، واللي يخدم في التجارة كان يحط هو وزير التجارة، واللي يخدم في الفلاحة كان يحط هو في وزير الفلاحة، وكانوا يعديوا لهم التراخيص ويعديوا القوانين وقوانين المالية على حساب الناس اللي قاعدة كانت تتمول في البيروات متاعها. من بعد البرلمان اش يعمل؟ باش يرضي أسياده اللي مولوهم واللي ضلعوهم للبرلمان وعطاهم السلطة والحصانة، يعين لهم الناس اللي حاشتهم بيهم في الحكومة. وكان الحكومة خدمة المصلحة الوطنية وبعدت على المصلحة الحزبية اللي ديجا هي مقسمة عن طريق الحقائب الوزارية بالإرضاءات وبالكتلة وميزانها. إذا كان مشيت في المصلحة الوطنية وضربت المصالح الحزبية تسحب منها الثقة ولا تعطاها لها الثقة. وإذا كان البرلمان لقى أن الحكومة تتجاوب معاه وتمشي له في أموره الحزبية ورضيت سفلان ورضيت سفلتان وعطيته رخص وعينت له فلان مدير عام وعينت له فلان كذا، راه تو ياخذ الثقة. هذه متاجرة وهذه ديمقراطية كاذبة، وكنا نعيش في ديكتاتورية الديمقراطية. لذلك اليوم احنا عندك بطو في البلاد، عندك سفينة يلزمها ربين واحد، الربين واحد مش الحاكم بأمره، ما هوش الحاكم بأمره. عمرك ما يجي الواحد تقول نظام ديكتاتوري وتكريس للديكتاتورية والاستبداد يحدد دورتين رئاسيتين بخمس سنوات غير قابلة للتجديد بعد مرة، وغير وما يجيش يقول انه مش يتعدى ما يترشح لرئاسه الجمهوريه الا بالتزكيات من الشعب التونسي. هذه اضافت في التعديلات سي سمحان، في التعديلات نحكي على التعديلات، نحكي على مشروع انا ما نعرفش اي للي من غير ما ندخل في نقاش على الوحده. الاستبداد ما عادش يرجع للبلاد،
بالإرادة الوطنية والإرادة الشعبية والإفراد الشعب التونسي اللي بلغوا للوعي اللازم وبالمنظمات الوطنية والأحزاب الوطنية. وفي الوقت نفس السؤال سي أيمن بوهليل عن حركة عزيمون حول صلاحية رئيس الجمهورية كما يضبطها مشروع هذا الدستور. يتنجم اي راهو تنجم تقول له راهو بن علي يعمل انا انا يعني. لا انا ما ذميتش بن علي انا انا يعني انا مترحم عليه ايضا كان عامل كان عامل حكومه قصبه وكان ثم حكومه في القصر الرئاسي وكنا نعرف كيفاش الانساب نتاعو تسلوا للحكم وكنا نعرفوا كيفاش التراكسيه معناها شنو اللي عاملوا بالضبط وكنا نعرفوا شمعنى الحكم الرئاسي المطلق اللي ما تنجمش تحاسب فيه رئيس الجمهوريه واللي ما ثماش سلطات تقيده وين وصلت الشهداء تالا وبالمناسبه نحب نترحم على الشهداء تالا ونحب نترحم على شهداء القاصرين وشهداء بوزيد اللي قدموا الله يرحمهم ارواحهم في دين للحريه الديمقراطيه وللتشغيل واللي جهاتهم ما زالت اللحظه هذه ما زالت تعاني ما زالت تعاني في غياب التشغيل نرجع لصلاحيه الرئيس بربي نحب نعطيك حاجه اختي العزيزه انا اعتقد اني انا ناقش في مسوده الدستور مانيش ناقش في شخصيه السيد الرئيس قيس سعيد انا نعتقد لا مسوده طالما مازال ما صوتش عليها هي مسوده هي مشروع مشروع هي مشروع او مسوده بعد اسفل صورته اي اعتقد انه ما ثماش حتى طالما العمل العمل البشري انه راهو الانسان يجنح وبيطمعه الاستبداد ولهذا اذا كان ما ثماش حاجه تقيد لتقيد العمل نتاعو هو اكزرسيس لتقيد العمل نتاعو وهو خارج الحكم ويعني ويعين كل السلطات ويعين الدولة ويعين القضاء ويعين الوظائف العليا في الدولة وما ثم حتى واحد قادر يسائل رئيس الجمهورية أنا في اعتقادي أنه هذايا النظام هذايا يؤدي بنا ربما إلى منحى استبدادي مانيش نناقش في شخصية الرئيس ولكن الدستور لم يكتب لقيس سعيد الدستور كتب لتونس كتب لشكل نظام سياسي يحكم تونس اليوم عندنا رئيس ما ينجحش الاستبداد ما يمنع أنه يتسرب لي إنسان نهار آخر بطريقة أو بأخرى يطلع رئيس جمهورية ويهز بلاد الاستبداد ويقول أنا عندي السلطات وعندي مطلق السلطات وأنا اللي باش نحكم وهذا تصور للدنيا بالتالي أنا نعتقد أنه الحفاظ على المنجز الديمقراطي ضروري خاصة وأني نشوف منظمات وطنية كما الرابطة تاع حقوق الإنسان وكما نقابة الصحفيين وكيما منتدى الاقتصادي والاجتماعي هذوما كل عندهم بيانات وعندهم الكثير من ربما لي روبروش على مشروع الدستور اذا بالنسبه لي انا نعتقد انه كي نقول راهو الدستور يجب ان يكون مجمعا على الاقل لاغلب التوانسه على الاقل هالحساسيات هذه والمنظمات هذه اللي عندها مانيش نحكي على السياسيين ومانيش نحكي على الفاسدين ومانيش نحكي على الاحزاب السياسيه حكيت على منظمات وطنيه عندها تاريخ ربما في مقاومه الدكتاتوريه وفي الدفاع عن الكلمه الحره وفي الدفاع عن حقوق الانسان ما يمكنش نجم نقول مثلا رابط حقوق الانسان ماهيش مناضله تاريخيه او ما نجمش نحكي على نقاب الصحفيين ونقول ما كانش عندها راي ايام الدكتاتوريه وغيره مع العلم انه هذه المنظمات ابدت في بيانات واضحه ربما معارضتها المشروع الدستور للمسار نقاب الصحفيين ابدت معارضتها رابطة حقوق الانسان بيان ممضى من قبل السيد جمال مسلم ولكن فما زاد يعني الرابطات الفرعيه كانت رفضت هذا التوجه به تراش سي ايمن نفس الحديث بالنسبه للمحامين العميد في بلاد ورينا بيانات سي ايمن تراش انه ربما كانت فما بعض الضمانات اللي لازمها تكون حاضرة في مشروع هذا الدستور باش بيجنحش هذا الدستور إلى تغول رئيس رو التصور العام نتاع الدساتير وصلت أنا دارس فلسفة رو ما يمكنش اليوم نتحدث على نظام يكون منظم وديمقراطي دون ما ثم توازن ما بين السلطات رو نمشي معاك ربما توانسة يحبوا على نظام رئاسي ويحبوا يبدلوا شكل الحكم من برلماني معدل ولكن ايضا نظام رئاسي بالامكان او نشوفوا النظام تاع امريكا ريزوموري من في امريكا اذا ما وافقلوش الكونغرس على الميزانيات ما نجمش يقدم دونك راهو نظام رئاسي مع برلمان له دور ونعملوا في النظام الانتخابي قوانين ما تخليش الناس اللي ربما الفازه تدخل البرلمان انا مع انه بيترا تكون موجوده انا مع انه يكون معناها المستوى الحد الادنى التعليمي للنائب موجود باش ما يتسلوش ربما واضح كمل
وفي الوقت اي دونك هو يعطي فيا في الاشاره اللي راهو سي بون الوقت باش يوفى به. سي سرحان نرجع معك منين يعني انت سي ايمن على التوازن بين السلطات، تغيير كلمه السلطه بالوظيفه تراش في هذا يعني مس، وبالنسبه لترتيب الصلاحيات واعطاء صلاحيات هل هناك توازن بين السلطات بحسب هذا المشروع؟ احنا عندنا رؤيه في هذا، وكما كان توا يتكلم خويا ايمن انه في امريكا الكونغرس اذا ما يعطيش القانون الماليه صوت بالاغلبيه ما يتعداش. اولا احنا اليوم في اطار بناء جمهوريه بمؤسساتها كما موجود في العديد من الدول، ومن جمله المقترحات اللي قدمناها واخذت بعين الاعتبار هي الغرفتين النيابيتين، مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والاقاليم. هذه تم اخذ بعين الاعتبار. شو معناتها اليوم سلطه والا وظيفه؟ احنا في تونس عرفتك البي وعطاه سيدي العربي وعطاه البي حصان، يقولوها في مثل شعبي. احنا اللي تقول له انت عندك سلطه سواء كان القاضي وضع عضو البرلمان ولا في الجهاز التنفيذي، يحسب روحه فوق الناس الكل. انا سامحني القاضي او عضو البرلمان او رئيس الجمهوريه او الوزير منين يخلص الراتب نتاعو؟ مش من الكونتريبيابل، مش من دافعي الضرائب. اذا هو موظف لدى الدوله التونسيه يقوم باداره المرفق العام سواء كان مرفق قضائي او مرفق تشريعي او مرفق من مرافق الشؤون العموميه اللي تمشي في البلاد. احنا والقاضي هل يسري عليه كلمه سمح. الوظيفه القضائيه القاضي موظف، القاضي موظف مهمته نشر العدل بين الناس. أي. وشفنا مدى الظلم اللي صار على التوانسه لانه القاضي يعتبر نفسه هو فوق القانون. احنا نعتبر القاضي هي وظيفة لكن ترتقي الى درجات عليا لانه ينشر العدل بين الناس. واذا القضاة احنا نقولوا العدل اساس العمران، ولا وجود لعدل بدون قضاء مستقل وبدون قضاء شفاف وبدون قضاء نزيه. تقول انت القضاء ولات وظيفة، مش معناتها مش تضربوا في استقلاليته، تجمش تضرب القاضي في استقلاليته لانه مرتبطه بمفهوم الوظيفه سي سرحان. الموظف والتعليمات ثم عباد تلوج الا على القشور على الشكل على الغلاف. انا بالنسبه لي قاضي يتمتع باستقلاليته تامه وبمهمته تامه وهو موظف في شؤون الدوله. رئيس الجمهوريه اللي يتسمى اعلى سلطه في البلاد هو موظف، والتعيينات ما فماش تعيينات، فما محكمة دستورية، والمحكمة الدستورية راهي تغيرت في تركيبتها أنه تكون من القضاة في ثلاثة معناها فوالا، وكل واحد بالسن. حتى مش يجيك رئيس الجمهورية ولا فلان مش يعين فلان يبدله في مضمون الولادة نتاعو. هو صحيح باش تمشي بترتيب وتداول حسب العمر، لكن بعدين تسميته تتم من رئيس السلطة التنفيذية، لكن مش بجينا خاصه في عمره. احنا في الحوار شفنا راه المحكمة الدستورية حابة تخدم بشكل آخر، فما شكون طلب في المحكمة الدستورية ثلاثة قضاة وثلاثة محامين وثلاثة أساتذة الدستور قانون دستوري ويترأس الأكبر سنا، مع العلم أنه كان اللي مش يحط القانون هذية ولا التركيبة هذية هو أستاذ قانون دستوري والأكبر سنا. كل حد شيطانه في جيبه احنا شو نقولوا انه نحن في اطار تاسيس دوله جديده، جمهوريه جديده فيها برلمان سلطه تشريعيه له معناتها مهامه وهي التشريع. خاطر احنا مشكلتنا الاساسيه في تونس القانون. شو معناتها القانون؟ القانون لا يطبق في تونس. علاش لا يطبق في تونس ولا يحترم؟ لانه فما قوانين باليه، فما قانون الصرف اللي من الخمسينات ومن الستينات مازلنا نخدموا به، فما قوانين تعدى عليها الزمن، فما قوانين تعملت على قياس مجموعه ما سي سرحان ألا ترى حصر مهمه التشريع حصر والرقابه التشريع واضح والمجلس وسائل سي ايمن نفس السؤال بخصوص التوازن بين السلطات زوز غرف هذوما دورهم شكلي ما عندهم حتى قيمه ودورهم صوري، وحتى سحب الثقه من الحكومه بشروط تعجيزيه، يلزم 50% يلزم 50% من مجلس الاقاليم و50% من مجلس النواب باش تنجم تسحب الثقه من الحكومه اللي معينها رئيس الجمهوريه. حتى رئيس الحكومه ما عنده حتى دور، هو القرار نتاعو وفريقه الحكومي يختارهم رئيس الجمهوريه، وبالتالي
ما ثم حتى علاقة وما ثم حتى توازن ما بين السلطات. والأكثر من هذا أنا أعتقد أنه نحن ماشيين نجنح ربما لوضع ولتأسيس نظام قد يخرجنا من المنظومة الديمقراطية تماما. هذا بالنسبة لي رأوا كان دستور أعرج في 2014 رأوا مش راحش أننا نمشوا للحظة ديسمبر 2010. رأوا بالنسبة للتوانسة اليوم رأوا كان أنا معناها جبدني شعار متاع إذاعة القيروان للصحة، إذا كان نحكي على غياب الأدوية اليوم في تونس، وإذا كان نحكي على غياب الماء الري وماء صالح للشراب في المناطق، رأوا جدا متاع الدستور احنا في الحقيقة رأوا اعتبرنا هذا وقت ضايع على التوانسة عام كامل. رأوا اليوم السيد الجمهورية تقريبا من 25 جويلية يحكم بالدستور الموجود هذا، كي نشوف نظام تاع الفصل 117 والحالة الاستثنائية في الولايات، ورينا النماذج نتاع الولايات اللي تعينوا ما غير ما نذكروا الجهات، ورينا معناها التصور نتاعهم للتنميه في الجهات شنو الموجود، ورينا تقريبا معناها شنو يعني الدستور هذا كانه يطبق من لحظه 25 جوين 2021 رئيس الجمهوريه يقوم بكل شيء بمفرده، وهنا قاعدين نشوف في النتائج. اليوم انا نحكي على امراض مزمنه المواطن ما عندوش الدواء نتاعه ونتحدى ونجم نعطي حتى الادويه، انا نحكي على شخصي ما لقيتش بكو دواء باش نبدو واضحين. اليوم مشاكل التوانسة في العمق، اليوم وزير التربية يحكي على رجال الأعمال يجوا نصلحوا المدارس، أنا نعرف واقع المدارس الابتدائية وريت النتائج متاع المنظومة العمومية. تقريبا المواطن اليوم اللي ما عندوش الآن المال باش يقري ولده في مدرسة خاصة ما ينجمش ولده يوصل، هذه حقيقة نحب نقولها. العمومي راه هو اللي بنى تونس. نرجع للصلاحية الرئيس، نرجع للصلاحيات عفوا التوازن بين السلطات، التوازن بين السلطات تقريبا والسلطة والوظيفة بابي أيمن تعليق. هذا تحقيقي إذا كان نحكي على وظيفة، أنا نحكي معناها راك أنت موظف عند الدولة، أنا عندي سلطة تنفيذية، راك كان ما تمشيش معايا راه نجم نعمل شنو نحب. هذا المنطق الموجود، رانا رينا تجارب مقارنة في الدسردير ورينا معناها عتات الديمقراطية، ما ثماش سلطان. أنا نمشي معك ما أبعد بالنسبة للقضاء، أنا مع أنه القاضي ياخذ 10 ملايين في الشهر ولكن نحمله مسؤولية بالرقابة، نلقى عنده زيد نحمله مسؤوليته. أنا نجيب قاضي في ظروف معينة ونقوله برا معناها فهمتني ما عندك السكن وظيفي وما عندك السيارة وكذا، ونحطه باش يحكم في دوسيات كبيرة. أنا أنه مع أني الوظائف العليا للدولة نعطيك اللي تحب، أما نحملك مسؤولية كاملة، نشدك فاسد الحساب متاعك يكون عسير، لأنه مش مسموح لك أنت موظف معناها في مستوى معين في الدولة تمديدك للفساد ويقع يشرك كما حكى الأستاذ معناها الناصري معناها في جانب معين الكلام اللي كان يحكي فيه بتاع استشراء الفساد، واحنا ضد المنظومة هذه، ولكن مش بتجميع السلطات عند شخص واحد. ديما انا نحب نحكي لك على موضوع نناقش في محتوى الدستور، مانيش نناقش في الشخص، لانه راهو كما يقول الكواكبي راهو الفرد يجنح الاستبداد بطبعه، هذه يلزمنا نكونوا متفقين، راهو ني اونج ني بيت باش نبدو واضحين. معناها انا كي نجي نعطيك اكزاكتومون انا باش نجي نعطيك شيك على بياض ونقول لك برا انت عندك مطلق الحكم، على خاطر اليوم سوا ديزون عندنا رئيس معناها ربما انسان طيب والى غير ذلك، هي ولكن الدستور لم يوضع ليكون قيس سعيد رئيس المدى الحياه. اذا كان حكينا على دورتين، جاني واحد سللي واحد عنده نيه الاستبداد، انا نرجع لمنظومه ما قبل. واضح انتهى التوقيت. نرجع معك سي سرحان الناصري، نحكيه على باب الحقوق والحريات في مشروع الدستور الجديد، كيفاش تراها؟ يعني هذا نحكي على حقوق والحريات ما غير ما نرجع اللي كان يقول فيه. اي تفضل، عندك 4 دقائق تفضل. اي بالطبيعه خاطر فما حاجات لازمها تتوضح. اولا البرلمان عنده السلطه انه يراقب الحكومه واعمال الحكومه وينادي الوزراء للمساءله، وبثلث مش بالنصف، بثلث المجلس النواب ومجلس الجهات سمحنا لا اللوم، ورئيس الجمهوريه يعين رئيس الحكومه، ورئيس الحكومه هو من يختار اعضاء الفريق نتاعو، وانه نقولوا البرلمان ومجلس الجهات هو صوري وشكلي. هل مصالحيه رئيس الجمهوريه انه يعزل وزير مثلا بهذا المشروع؟ نعم يتم عزل عضو من الحكومه باقتراح من رئيس او من حتى رئيس بقرار مباشر من الرئيس او رئيس الحكومه اي انفصل. وانك تقول اليوم البرلمان ومجلس الجهات هو صوري وشكلي وعباره كذبه كبيره، هذه اهانه للشعب التونسي، لانه الشعب التونسي هو اللي مش يكون لحظه على المسود يعيش رجاء من غير
ترجعوش على سي سرحان، سي سرحان رجاء ما ندخلوش في نقاشات مباشره. الكونسيبت نتاع البرنامج اهانه للشعب التونسي، اهانه للشعب التونسي المشي سياسي. رجاء ان رجاء ان رجاء لا انت لا سرحان يا سي ايمن، هذه في بالي اربع دقائق رجاء تقولش ما نعقب على كلامك. انت كي تقول البرلمان ومجلس الجهات هو سوري، اهانه للناس اللي مش تنتخب. اكبر اهانه للشعب التونسي السوري كشخص. لا لا ما نعقبوش على بعض، ما نعقبوش، نحبوا حوار هادئ وبناء وافكار. رجاء اربع دقائق ما ندخلوش اخويا، كملهم الاربع دقائق نتاعك. اي تفضل سي سرحان، تفضل سي سرحان. اما ما توجهليش تهمه نتاع اهانه للشعب التونسي، وقت كلام كبير هذا. انت كي تقول انه البرلمان ومجلس الجهات هو سوري، احنا نحكيو على المشروع وقت اللي يقول اللي هو سوري، اهانه للشعب التونسي اللي انتخبهم. سي سرحان، سي سرحان رجاء نتجاوزوا النقطه هذه. لا ما نتجاوزش رجاء، هو لازم نتبع. هو اليوم وقت اللي تقول انت رئيس الجمهوريه، برلمان انت انتخبت برلمان. رجاء وقت اللي تقول رئيس الجمهوريه اليوم يعين في الولات ولا يعين في كذا ولا ها نشوف فيه، انت كنت معتمد وانت كنت مع سليم الرياحي تحكي على 10 سنين. لا 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 سي ايمن، سي ايمن رجاء مش نضطر الى مرفع الميكرو. انت بندل بن علي وبندل الباشا وبندل شوف فاصل، نروح فاصل من بعد نرجع. موظف عن سليم الرياحي، كنت موظف.